دكتور عمار علي حسن هو روائي ومفكر مصري تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سنة 89 وحاز على الدكتوراه في العلوم السياسية 2001 ويعد خبيرا في علم الاجتماع السياسي. خلاص كفاية بس انا طلع 60 كتاب لو هتقراهم زي الاستاذ صالح. هقول على الاقل انك انت اكثر الناس نظرة وانك انت مش عاجبني يا ريت خالص عشان تتكلموا عنه. لا يعني انت حقك انك انت 60 كتاب على الاقل نقول بس لحد هذه المعلومه. شكرا لحضراتكم وشكرا لملتقى محمود الشربيني الذي اختار روايه للاستاذ محمد سلماوي. والحقيقه ان الاستاذ سلماوي مضى في الحياة الثقافية المصرية على سبيلين أو طار فيها بجناحين، كلاهما يستحق الذكر ويستحق الشكر. فهو في الكتابة كتب كصحفيا وأديبا، وفي الحركة رأس مؤسسات مهمة وشهد له حقيقة الأمر في أثناء رئاسته وإدارته لاتحاد الكتاب أو أمانته لاتحاد الكتاب العرب أو اتحاد الكتاب الأفرو آسيوي، وكذلك في رئاسته لتحرير إبدو أو ويكلي أو عمله أيضا الصحفي أو كموظف وزارة الثقافة في فترة من الفترات. لم يقل أحد حتى هذه اللحظة في مجتمعات تعج بالنميمة واستدعاء الضغينة أن أحدا منهم قد شكى من هذا الرجل على أنه ظلم أو سرق حقه أو هضم أو عملا فيه قدر من التجاوز في حق أحد. حقيقة الأمر لم يقل أحد كذلك، لم نسمع بهذا. لذلك أنا أتعامل مع الأستاذ محمد سلماوي ليس بوصفه كاذبا فقط، إنما أيضا مثقفا مشاركا إلى حد كبير. وأنا من الذين يؤمنون أن الإبداع وأن المساهمة الثقافية لا تقتصر فقط على الكتابة، إنما أيضا هناك حركيون في حياتنا الثقافية قدموا غيرهم أو حفروا طرقا أو مهدوا سبلا لآخرين لعبت أدوارا مهمة في هذه الحياة، وذلك أمر لو تعلمون عظيم. بالنسبة لهذه الرواية هناك سؤال مبدئي، رواية عن ثورة مضى عليها عقد من الزمان وبضع سنين، هل يمكن أن نكتبها الآن أم ننتظر وقتا آخر لكتابتها؟ إن انتهت الثورة ظهرت عدة كتب بعد أيام من تنحي مبارك، وكانت كتب أقرب إلى التسجيل التي أرادت أن تحتفظ بتزاجة الحدث. وبعض هؤلاء ملأته هواجس من أن تاريخ هذه الثورة سيشوه، وهو ما جرى بالفعل، ومن ثم كان حريصا على أن يسجله في مشهدية وفي لقطات متابعة، سواء رآها رؤيا العين أو شارك هو بوصفه واحدة من الصور. لكن هل يمكن كتابة عمل فني أو أدبي على ثورة لم تمر عليها سوى هذه المدة؟ هذا سؤال مهم طرح في وقتها، وقال بعض النقاد أن الثورة لم تكتمل، وبالتالي كيف يمكن أن نكتب رواية عن ثورة لم تكتمل ولم نعرف أطرافها؟ وكأن الأديب مؤرخ المحقق القانوني علي أن ينتظر اكتمال الثورة
حتى يكتبوا عنها. وقتها قلت وهل ثورة 19 اكتملت حتى يمكن أن نكتب عنها بهذه الطريقة؟ ثورة 19 قامت لأداء أو لتحقيق هدفين: الاستقلال والدستور. والدستور المصري محل تلاعب على مدار قرن من الزمان، والاستقلال كان شكليا وانتهينا إلى تبعية يعرفها القاصي والداني في اللحظة الراهنة. فهل معنى ذلك أن ثورة 19 لا ننتظر حتى تكتمل لنكتب عنها؟ وكيف يمكن لشخص أن يسمح لكاتب ولا يرى غضاضة في ذلك أن يكتب رواية كاملة قد تبلغ مئات الصفحات عن رحلة في قطار، أو عن تخيل داخل غرفة مغلقة ومظلمة، أو عن حفر داخل نفسه كي يكتشف أبوارها البعيدة، ثم بعد ذلك يستبعد إمكانية أن يكتب أديباً عن مشهد إنساني متنوع فيه أنماط عديدة من البشر، وفيه ألوان من التصرف، وفيه أشكال من الأحلام والرؤى والخيالات، ويستكسر عليه أن يكتب رواية عن ثورة يناير. لذلك منذ اللحظة الأولى أنا كنت أرد على هذه الافتراءات والأكاذيب والتخلصات التي كانت بعضها يلتحف بأسانيد ما أنزل الله بها من سلطان، مثل إن نجيب محفوظ قد كتب عن ثورة 19 في الثلاثية في الأربعينات، وإن تشارلز ديكنز كان كتب عن الثورة الفرنسية فيما بعد، وإن تولستوي كتب عن الحرب النابليونية في كتاب رواياته عن الحرب والسلام بعد ذلك بعدة عقود. قلت وقتها وهل نجيب محفوظ إن قامت ثورة 19 كان يبلغ من العمر 8 سنوات فقط، ووقتها لم يكن فن الرواية قد استوى على سوقه في مصر، وربما لو كان موجودا لوجدنا أن من رحم هذه الثورة خرجت روايات عديدة كتبها روائيون. وتشارلز ديكنز لم يكن على قيد الحياة وقت الثورة الفرنسية، وبالتالي هو اضطر أن يستعيرها في قصة مدينتين على هذا النحو. والحرب النابليونية كانت 1812 على روسيا، وتولستوي فيما بعد كتب الحرب والسلام 1864 ل 1869، تدور أحداث الرواية في هذه المدن نشرها في هذه المدن. فكان فن الرواية لم يكن موجودا، وأنا أعتقد أن فن الرواية لا يزال وهو الشهادة الأكثر واقعية والأقرب إلى الحقيقة من كل ما يكتب الآن عن ثورة يناير، وربما هذا الذي سيستقر في بطون كتب التاريخ، لأن الطرف الذي انتصر هو الذي سيكتب تاريخ هذه الثورة، ومن ثم ستصبح الرواية المصرية التي كتبها أدباء شاهدوا وكابدوا وشاركوا وفعلوا وتفاعلوا مع هذا الحدث الكبير، ربما تصبح هذه الروايات جزءا من مقاومة هذا الزيف، أو من البحث عن الوعي، أو من البحث عن الحقيقة، لا سيما أن هناك انعقاد تم لدى المؤرخين بأن الأدب صار جزءا من كتابة التاريخ لا غنى عنه، لأن الأديب يكتب تاريخ الناس، يكتب ما شاهده، يتفاعل مع أحداث حقيقية ربما أكثر من غيره، يكون أوعى بالمعاني البعيدة الكامنة وراء هذا الفعل الإنساني الكبير. بهذا المدخل ذهبت إلى رواية الأستاذ سلماوي أن نعم من حقه الآن وقبل ذلك بسنوات لغيره الذين كتبوا وأولئك الذين سيكتبون فيما بعد عن ثورة يناير. طيب أستاذ سلماوي في رواياته في حقيقة الأمر اختار نوعا من الكتابة. نحن لدينا روايات كتبت عن الثورة
بعضها كان عبارة عن روايات واقعية حاول أن يصف المشاهد كما جرت وأن يكون أبطاله من الشخصيات الحقيقية التي شاركت في صناعة هذا الحدث، وبعضهم كتب الرواية الرمزية التي أراد أن ينظر إلى الثورة باعتبارها رمزاً للحرية، رمزاً للتغيير، أو يلتحف بالكتابة الرمزية بعيداً عن تسجيل الأحداث أو خوفاً من أن يضبط وهو يكتب تاريخاً مبكراً للثورة من خلال الرواية أو الأدب، ربما تكون في ذلك مناكفة أو مشاكسة أو مساءلة أو شيئاً من هذا القبيل. وهناك الروايات التي حملت نبوءة عما سيأتي، باعتبار أن الأدب يقدم في كثير من الأحوال نبوءة عن الأوضاع القادمة. فالأستاذ سلماوي له رواية قبل ثورة يناير حملت هذه النبوءة في رواية أجنحة الفراشة، ولذلك شاع كثيرا بعد ثورة يناير حين كان بعض نقاد الأدب أو المحررين الثقافيين يتساءلون هذا السؤال: من تنبأ بالثورة؟ أي أعمال؟ فكان دائما تذكر رواية أجنحة الفراشة باعتبارها من الأعمال الروائية التي تنبأت بثورة يناير، لا سيما أن هذه الرواية تقول إن جيلا سيغضب ويحتك ويفيض غضبه على الشوارع المصرية وستعجز السلطة عن صده ورده، وهذا الجيل سيستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة في مواجهة السلطة، وهذا ما جرى بالفعل في ثورة يناير، وأن هذه السلطة ستعجز عن المواجهة وتضطر في النهاية إلى الرحيل. ومن ثم عدت رواية أجنحة الفراشة من الروايات التي حملت نبوءة دماء عن ثورة 25 يناير. بالنسبة لرواية أديب في الطائرة، ثورة يناير جاءت في الخلفية مستدعى لصناعة مشهدية تؤكد مأدق أديب وكيف عليه أن ينفذ أمر الرحيل، لأن الضغط شديد على أعصاب أولئك الذين يحمونه، ومن ثم ليس أمامهم من سبيل سوى التخلص منه بسبيل أن يخف هذا الضغط. فتستدعى ثورة يناير باعتبارها في خلفية الأحداث، هي مشهد باهت ليس حاضرا بالقدر الكافي، لأن الأديب في هذه الرواية لديه الرغبة في إثبات شيء ما متوسلا بفن الرواية، يعني هي رواية لديها مهمة سياسية أن تخبر بشيء ما، لكنها لا تريد أن تقول هذا الشيء بشكل مباشر من خلال تصريح أو من خلال مقال، إنما تريد أن تقدمه إلينا مصربلاً أو مغلفاً في إهاب أدبي هو فن الرواية. هذه الرواية ربما أستاذ محمد سلماوي بدأ كتابتها وقت أن كان خبر ما حدث في اليوم الأخير بالنسبة لمبارك لم يشاع بعد على هذا النحو، فاعتقد أن هذا الخبر الذي لا يجب أن يقال بشكل واضح وصريح حتى يدرك الشعب المصري أن الانقلاب العسكري على مبارك والثورة معا تم يوم 11 فبراير سنة 2011. هذه هي المقولة المسكوت عنها في هذا النص الذي لا يريد الكاتب أن يصرح بها، وله الحق، فالتصريح والمباشرة في العمل الفني ربما تنقص منه، لكننا نحن حين نستنطق النص أو نريد أن نبحث عن المسكوت عنه في هذا النص
أو ما أراد الكاتب أن يقوله أو تأويلنا نحن لهذا النص على هذا النحو، يمكن أن نقول أن تلك الرواية أرادت أن تنبئنا بأن 11 فبراير 2011 وقع فيه انقلاب على مبارك والثورة معا، بدليل أن مع هذا الضغط الشاب والفتاة اللذان يشكلان رمزا لشباب الثورة في تلك الرواية ظل طيلة الوقت غير ممكنين من تحقيق أي حلم سوى الحلم الفردي الذي سأحدث عنه فيما بعد. هذه الرواية استخدمت ما نسميه الاستعارة، هي استعارة أسطورة مستقرة في الأدب الإنساني وفي الضمير الإنساني، وانتقلت فيما بعد إلى علم النفس من خلال فرويد عن عقدة أوديب. هذه الأسطورة وتلك الأمثولة بل التي ترتقي لدى البعض إلى درجة النظرية أو الرؤية المستقرة التي تتحدث عن هذه العقدة، استعار الأستاذ سلماوي ليقدم من خلالها ثورة يناير، كما استعار توفيق الحكيم حين كتب عنها مباشرة أوديب ملكا، وكان يريد في ذلك الوقت رغم أن الحكيم عالج الأمر بشكل مسرحي وليس روائي أن يقول شيئا في وقت خروج المسرحية أراد أن يسربه أو أن يصل إلينا من خلال عمل الأدبي وهو المسرحية. أنا لا أعرف، وأنا أقرأ هذه الرواية، الأستاذ سلماوي أتى بتلك الأمثولة وهذه الحكاية وهذا النص الأدبي المستقر الذي صار من الكليشيهات زي ما قال الأستاذ سيد، ليرميه في مجرى الواقع المعيش ويستخدمه ويتوسم به ويختفي خلفه ويتعامل معه كقناع يريد من خلاله أن يقول شيئا، لسيما أنه أراد من خلال النص أن يكشف لنا بعض المناطق والأشياء التي تجعلنا قادرين على أن نتبين المعادل الموضوعي للأحداث وللشخصيات. فنقول أوديب هي مبارك، وديتر هو رئيس أركان الجيش، سامي علان ومش عارف مين هو، كريون هو طنطاوي، وهكذا. يعني نستطيع بكل وضوح وسرب أشياء صارت في حكم العلم العام لدى القطاع الأوسع من المصريين في هذه اللحظة، بحيث يستدلوا على تلك الشخصيات المستعارة أو المستعادة من سوفوكليس في أوديب وتجري بيننا الآن في واقعنا المعيش، أو رأيناها رؤية العين، أو كانت من الشخصيات الرئيسية والفاعلة في ثورة يناير. هي فعلا متجسدة في شخصيات أوديب، يمكن أن يكون مبارك. طيبة هي مصر، يعني هو يتحدث عن طيبة التي في النص القديم، لكنه حين يصفها نحن أمام مصر يتحدث عن أمجادها وعن حضارتها المجيدة والتليدة، يتحدث على أنها أم الدنيا أو أم البلاد، وهكذا نستدل من نص أستاذ سلماوي أن المعادل الموضوعي أو الواقعي أو الآني لطيبة في نصه هي مصر. ونعرف أيضا حين يتحدث عن إسبارتا هي إسرائيل، وهو أمر قابل للقياس، لأن إسبارتا في بلاد الأغريق الأقدمين كانت يعني مؤسسة على رؤية عسكرية كاملة، يعني لم تكن لديها فلسفة ولا مجتمع غني متعدد ولا أخذ ورد ولا مثل ما كان في أثينا، إنما كانت مجتمعا عسكريا بحتا، شأنها شأن إسرائيل في الوقت الراهن. وهذا أمر واضح، لأن أوديب حين يذهبون لاصطحابه من الطائرة إلى السجن يتحدث باعتباره القائد المظفر الذي انتصر على إسبارتا وصاحب الضربة الأولى، هي ضربة جوية في واقعنا المعاصر وضربة بالسيف أو بالرمح في الزمن القديم كما قال سوفوكليس. نحن هنا أمام خيط لثورة يناير مسربلا أو ملفوفا في
في أكثر من صدفة تحاول أن تقدمه أو أن تكتبه وتسطره كعمل فني. لأن ما الفرق بين رواية الجهادي وبين كتابة تاريخية أو تسجيلية أو تحقيق صحفي عن ثورة يناير؟ أن المباشرة والوصول إلى الحقيقة من أقرب طريق، وعدم وجود مساحة للتأويل بقدر المستطاع هي التي تمثل هذا العمل التاريخي أو الصحفي الذي يتوسل بالتحقيق على سبيل المثال أو بالتقرير أو بالتحليل. لكن في العمل الفني يعطي الكاتب فرصة لكي يفعل ما يشاء بهذا الحدث، هو أمام حدث يعالجه من الزاوية التي يريد، وأستاذ سلماوي اختار هذه الزاوية التي فيها قدر من الرمزية وفيها قدر من التحايل أيضا. يعني ربما كاتب يكتب الآن رواية يتحدث فيها دون استعارة واستعادة، ودون أن يتحدث عن أوديب، ودون أن يأتي بالأغريق الأقدمين إلى القاهرة في أيامنا تلك، ربما مثل هذه الرواية تصادر أو تمنع أو تؤول تأويل خاطئ، أو يشتبك معها بعض المغرضين اشتباكا سياسيا أو تاريخيا ويعاملونها من هذه الزاوية. لكن استعارة الأسطورة القديمة أو المسرحية القديمة لسوفوكليس حمت الرواية أو وضعت جدارا حاميا أمام الكاتب، وربما هو أراد ذلك. وإحنا نعرف من الأستاذ سلماوي متى فكر في الفكرة ومتى شرع في كتابتها، لأن هذا التاريخ مهم جدا في فهم هذه الرواية. ربما وقت أن شرع لم يكن ما قيل في الرواية مسموحا به أو في العلم العام كما شاع فيما بعد وسمعناه على اليوتيوب. الرواية حين تتحدث عن عنصري الأمة، وهذان العنصران موجودان في اليونان القديمة، لكنه حين يرسم الملامح يدرك أنه يتحدث عن المسلمين والمسيحيين في مصر باعتبارهما عنصري الأمة كما يقول وكما هو شاع في الأدبيات التاريخية والسياسية المصرية. الرواية أيضا في حديثي عن الأكذوبة، وهذه الأكذوبة التي تروجها الجماهير بعمى وتسكت عنها السلطة بتعمد وقصد وتحايل في سبيل تبريرها لأنها هي التي تصنع أمجادها، زي في كلمة الضربة الجوية في حرب 73 اللي ضلنا طول الوقت لصيقة بمبارك باعتبارها سندا للشرعية وسندا للفضولة، وأخذت أكثر من حقها، هي حقيقة لا يمكن نكرانها وعمل عظيم لا يمكن لنا أن نتجاهله، لكن اختزال النصر أو اختزال الحرب كلها في تلك الضربة واختزال القوات الجوية في شخص القائد، هذا برضو في قدر كبير جدا من الظلم والتقزيم لهذه الحرب، لكن ذلك شاع واستعمل إعلاميا وفي الكتابات الصحفية على فترات طويلة، لأن الرئيس كان يريد أن يسلك شرعيته إلى تلك الضربة. فهو سكت عن هذه الأكذوبة، لكن كما سكت أوديب عن الأكذوبة التي شاعت أنه قتل الوحش على باب المدينة، بينما هو في الحقيقة قتل أباه وتزوج أمه كما هو في المصر القديم. وهنا نعرف يعني كيف يمكن للناس بعد أن تناوموا واستجابوا واستمرأوا كسبة طويلة حين تقال لهم الحقيقة هم أنفسهم الذين يرفضون هذه الحقيقة ويقاومونها، وهذه مسألة نفسية معروفة. أنا أتصور أن الرواية بشكل واضح يعني ما كتب فيما بعد وسمعناه من شهادات وأقاويل لا سيما بعد رحيل مبارك قالت بشكل واضح وصريح ما جرى في اليوم الأخير لثورة يناير. وما جرى في اليوم الأخير لثورة يناير ربما هو ما أرادت أن تقوله هذه الرواية بشكل واضح وصريح لسبب بسيط، أنها تبدأ بمشهد وجود أوديب في الطائرة ورفضه النزول وهم يريدون أن يأخذونه إلى السجن، وتنتهي بالمشهد نفسه
وبين المشهدين تأتي تلك التفاصيل الكثيرة. من واقعية الرواية أيضا أن اثنين من أبطالها وهم الفتاة والفتى اللذان شارك في هذه الثورة وكانت لديهما أحلام كثيرة جدا انتهيا إلى تحقيق الحلم الفردي البحث المباشر، وهو إن الفيلم اللي عمله في إصلاح الثورة أخذ جائزة في مؤتمر أو في أمستردام. لكن بينما جملة أخرى وردت في الرواية أنهم يحلمان معا ببناء وطن قادر مكتفي حر حديث ديمقراطي، كل هذه الأحلام ذهبت سدى وتنتهي الرواية دون أن يتحقق شيئا من هذه الأحلام. أنا أتصور أن رواية هديب في الطائرة برمزيتها واستعارتها هي من الروايات التي ستذكر فيما بعد في سجل الروايات التي تناولت ثورة يناير أو تعاملت معها بطريقة مختلفة، لأن كثيرا من الروايات التي وردت حتى هذا الآن إما أن تأخذ مشهدا ضيقا أو شخصية شاركت وتحاول أن تحفر وراءها أو ترسم مشهدية كاملة للثورة أو تأخذ مؤسسة أو حزب أو جانب من الجوانب وتحاول أن تجعل منه المدخل الفني للتعامل مع الثورة روائيا أو قصصيا، لكن حتى الآن هذه الرواية التي استعارت أصول قديمة أو مسرحية قديمة أو أدبا كلاسيكيا وأرادت أن تتوسل به وتختفي خلفه وتتخذه قناعا لكي تقول رأيها فيما جرى، وأعيد وأكرر أن المسكوت عنه في هذه الرواية هي عبارة واحدة ربما أرادت أن تقولها، أن 11 فبراير كان انقلابا على مبارك والثورة معا. وشكرا.